السلام الله عليكم. عندنا هذه الوالدة الله يمن عليها بالشفاء العاجل. طبعا اولا والله العظيم ان الانسان يستمتع لما يجلس وهذا الاولات يعني بكلامها واسلوبها براءتها كيفها على الفطرة. هي اللي تكلمني الان طبعا يطلع لي شعر هذا من وراء الجفن، يعني يطلع الشعر مش زينا مخر، يعني مد داخل قد العين، وكل يومين يبعدوا لي الشعر، كل يومين يبعدوا لي الشعر لانه يدغز بالعين ما يقدرش تنام. يعني قبل امس تقول لي بليل يا ابني بعد الشعر من هذه عينك في عين مورمه لما خرج لي الدم وما تستطيعش ولا حاجه. وقال يا ابني والله انني نفسي يكون كذا معش حاجه، يكون ادخل اتوضي وارجع اخرج اجلس فوق السجاده اصلي لانه لما يدغزني ما استطيعش ويجلس يخرج لي دم واصل. طبعا العمليه تكلف ب 450,000. انا اتمنى كل من شاهد يعني من صدق يرحموا الحاله ذي الام. والله العظيم اني اوجعت قلبي بجد لما جلست اتكلم معي قلت لي يا ابني والله نحن كسبكي لما اشبع ما معي علاج السكر. علاج السكر يا ناس يا خلق الله يا وزاره اصبحوا الناس علاج السكر ما وش معاهم. يعني والده زي هذه تتعذب في اخر عمرها، يعني ليش؟ والله العظيم ان الانسان يحزن جد. فانا اتمنى من فاعل خير العملي حقي اللي تكلف 450 العملي بصنعاء. اتمنى من رجال الاعمال فاعل خير محبين الاجر اعتبروا هذه الوالده امكم. فان شاء الله باذن الله اني تعمل العمليه ان شاء الله. والله العظيم اننا سمعت موضوع اننا زعلت عليه من جد. فاتمنى من كل من شاهد الفيديو انشر الفيديو رحمه بهذه الام كي تعمل العمليه وتصلي باذن الله تكون تمشي طبيعي. جزاكم الله الف خير. والله ما معي حق السكر، اني مريضه، اني حالتي حاله. ما بش بيدينا ما شافكم وديتكم، الله يستر عليكم، الله يوفقكم بخير. كيف تبعد الشعر من عينك؟ أبعد الشعر من عيني أجلس لا يوما وبعدها. هذه خرج بي قبل الدم مع الصدش، كان لها هذه وحده. كل ساعة وأنا يبعدوا لي يعملوا لي يجعلوا لي. أيوه. أنت داري المكتب ما بش معانا حد. وقال كي لما تبكي حق ما قدرش حين تقدري تتوضي تدخلي تصلي. ايوه. ترى الحين ما تكشفت ما تقول استنجي. وجع عيوني.